معاش وقت العافية، مازال ما بديتش ولكن معاش وقت العافية. كتي عشار واخا انا نبدا معك هذا مشاهدينا، حنا مازال متابعين معكم المباشر ديال العافية، الطوموبيل اللي شعلت فيها العافية هنا بدب كبير، واللي كانت الملك ديالها ديال واحد السيدي هو من اصول جزائرية اصلا ولكن هو فرنساوي ومزوج بمغربية، هو اللي وقع له المشكل تحرقت ليه السيارة ديالو. هاد الشاب اللي معايا هو من الناس اللي حاولوا انهم يطفيو العافية، اللي غيعاود لنا التفاصيل اشنو وقع بالضبط من الاول حتى الاخر. السلام عليكم. قول لي يا خويا شنو وقع؟ ماشي 10 على 11 مرة بالضبط كان كيبان لي الدخان، خرجت كنجري لقيت السيارة يلاه بدات كتعرض، حاولت من دارك موقف ولكن كان صعيب باش نقول شنو حتى هو الامر طفيوها، كان داكشي سريع شويه لان السياره ما كتعرفو السياره الجديده فيها البلاستيك والبوليس اكثر من الخير، يعني هما كان داكشي مجهد بزاف ما عرفناش الاسباب، وقت كلشي كيجي الاسباب باش تفرقات. انا من الناس اللي حاولنا ما نقدر نطيب ولكن ما قدرناش كان داكشي شويه صعيب. اشنو وقع مع مول الطوموبيل؟ واش جاي ديماريها؟ هادشي اللي تيتقال، اما الحقيقه كتبقى عندي دابا هو اللي عارف واش كان عنده شي سيركوي او كان كاين طوي او ديمارات، ما عرفناش بالضبط شنو اللي كان. هو انا من الاول تقريبا اللي وصلت لقيت العافيه شاعله، ما عرفناش بالضبط شنو الواقع، بغينا غير طفي العافيه ما صرناش منين نجيبوها، لان العافيه كانت كتنتقل بسرعه كبيره وسط من السياره، هذا هو اللي كاين. انما ومع الحراره زائد حراره زائد بزاف العوامل. انت كنتي من الناس اللي كيطفيو العافيه؟ انا اللي كنا نطفيو، بغيت نطفي معاهم العافيه، ومن اللي ما طفاتش انا الاول واحد اتصل بصحاب الواقعيه المدنيه. جو هذيك الساعه تقريبا 14 دقيقه بالضبط من الوقت اللي عيطت لهم انا، الوقت اللي بين جو 14 دقيقه بالضبط، باقي عندي كلشي في التليفون ديالي التوقيت فاش شعلت الوقت فاش فجر فهداك القيسة في نفسه القيسة ديال 14 دقيقة بالضبط. هذوك الناس ما تعطلوش صراحة، مهما اتصلت بهم شرحت لهم الوضعية وشرحت لهم بأن الدور جا واحد الدور ديك الساعة بدا كيشعل في العافية، ولكن فيما شرحت لهم الناس قاموا بالواجب جزاهم الله. هادشي أول مرة كيوقع عندكم هنايا في هذا الحي هذا؟ كان وقع في سيارة أخرى ديال الطاكسي، ولكن هذا كان فعل فاعل، وهذه راه شنو الاسباب. دابا الاسباب واش بقى عنده هو اللي عارف كيفاش، هو اللي عارف شنو وقع، والواحد يعرف كيفاش شعلت. هاد السيد شو كتعرفوا له هذا؟ الله مرض تيجي مره هنا تيبارك، كيجي عند نسابو هادي، كيجي عنده انسان عادي ماشي شي واحد اللي مشاكل ولاش الله مرض صراحه. دابا راه هو داوه باش يعرفوا شنو وقع، سي نورمال خصو يمشي باش يعرف، هو اللي غايقول الاسباب شنو. هادشي ولا بزاف ديال البارح كنا صورنا واحد الحادثه ديال نيت سياره تحرقات، في نظرك لما نراجع هاد الاسباب ديال ان السيارات كيحترقوا؟ اذا كانوا السيارات كيحترقوا بهذه الطريقه هادي، يعني كيرجع الاسباب كيرجع للشركه ديال السيارات، ما تبقاش تعطيو واحد البرودوي اللي هو جاهز المراقبه، اللي ولا انسان اللي مول السياره ما تيديرش لها مراقبه مره ضروري خاصو مره يراقبها. سي نورمال خاص المراقبه مره لهاد السياره، ماشي بحال السيارات الاولين كانوا سامبل ساهلين كلشي باين، هادو راه سيارات بحال غامضه بحال كلها كاستري ما كتعرفش واش فيها الخيوط ولا فاش انت شي تري سياره، وما كاينش المعلمين اللي كيواكبوا هاد الخدمه التطورات. بارك الله عليك مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، وصلنا إلى نهاية هذا البث المباشر، إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.